وادي عينه كمان من كلامي وفيديو منتشر في كل حته لموظفه مع زميلها في الشغل. زعلان ان انا بقول لك بيواسيها؟ طب انا هجيبه لك بقى وهو بيواسيها. الفيديو ده كملوه للاخر لان هيكون فيه جزء كبير جدا من كشف اسرار وخبايا المجتمع، ولكن خلونا نبدا الاول مع الشيخ اللي بيهاجمني. وانا عن نفسي ما احبش ابدا مراتي تكون عامله ما دام انا قادر اصرف على البيت، لكن ده مش معناه ان كل موظفه سيئه السلوك وبتنجذب لرئيسها. انت عارف خط في عرض كام مليون موظفه وهتسال عنهم يوم القيامه؟ انت مش بس خط في عرض الموظفات، انما كمان خط في عرض الموظفين الرجال، ان كل واحده موظفه ما دام اتعرضت للتحرش يبقى كل راجل موظف مشروع متحرش. خليت اي واحده في راجل ليه نوع من السيطره عليها ان هي لازم تنجذب ليه. يعني البنت هتنجذب للمعلم بتاعها، وكمان هتنجذب كمان للشيخ اللي هي بتتبعه. دي كلها وسائل للسيطره، سيطره معنويه على الفكر مثلا. بالفعل طعنت في كل نساء الدنيا. ثم خلاص يا جماعه، ما دام كل الموظفات مش شريفات يبقى لازم يتركوا الوظيفه بتاعتهم حالا. اما حضرتك مراتك تتعب وتاخدها على مستشفى، فاللي هيكشف عليها دكتور راجل. اما بنتك تكبر وعايزه درس خصوصي، فاللي هيجي لها البيت يديها الدرس انما هو راجل. اولا وقبل اي حاجه، يكفي انك لما هاجمتني اكتر اللي خدوا صفك نسوان، وده مش خطف اعراض يا شيخ، لان ما فيهوش ذكر اسم حد، ودي معلومه معرفيه بحته. الموظفه فعلا بتنجذب وبتخضع لمديرها في الشغل، وخاصه لو كان وسيم، الا من رحم ربي طبعا، وهثبت لكم ده في فيديو هتشوفوه دلوقتي. تفتكر لو جوزها اللي وقع منه الطبق ده هتعمل فيه ايه؟ ده مش فيديو متسرب يا جماعه، ده فيديو منتشر على كل الصفحات والبنات بتشكر فيه وبتشكر في حنيه البنت مع مديرها. انت نفسك قلت ان في نوع من السيطره عليها، السيطره دي اللي هي حق جوزها بس. عايز اقول لك ان في وظائف معينه بقى بتكون السيطره دي بشكل كامل، وظائف معينه طبعا، والا من رحم ربي برضه. ولما تتعب وتروح المستشفى اللي هيكشف عليها دكتور ليه؟ مفيش دكتوره نصرانيه؟ بعدين وظيفه الدكتوره مش هي دي اللي انا بتكلم عنها، الدكتوره ملهاش مدير لو فتح عياده خاصه، يعني ده مش نوع الشغل اللي انا بتكلم عنه اصلا. الرجاله فاهمه كويس وانت برضه فاهم كويس انا اقصد ايه. وبنتك مش هتعوز درس خصوصي لو زوجتك قاعده في البيت ومتفرغه لتعليم وتربيه الاولاد، مش قاعده مع زميلها في الشغل، ها؟ فبلاش تدليس. لو حصل ونزلت وظيفه فلازم تراعي الضوابط الشرعيه وتتقي ربنا في نفسك بعد موافقه جوزك. ولو حصل ونزلت وظيفه لازم تراعي الضوابط الشرعيه. ضوابط شرعيه ايه؟ هو احنا هنمثل على بعض؟ شغل ايه ده اللي فيه ضوابط شرعيه؟ يعني ما بيقعدوش يهزروا ويتكلموا مع بعض وهم قاعدين جنب بعض في الشغل؟ بلاش. ما بيفطروش مع بعض؟ ما بيضطروش ياخدوا ارقام بعض والواتساب بتاع بعض عشان يتكلموا في الشغل؟ ودي بتكون البدايه، يتكلموا في الشغل. وبعدين صليتي؟ وبعدين انت لابسه ايه دلوقتي؟ ما هي بتيجي بالتدريج يا جماعه. هو انتوا ما بتنزلوش الشارع؟ ما بتشوفوش الاماكن اللي فيها اختلاط في العمل بيحصل فيها ايه؟ وفي النهار في عز الظهر قدام كل الناس وعيني عينك كده، ما بالك بقى بالمستخبي؟ وادي عينه كمان من كلامي وفيديو منتشر في كل حته لموظفه مع زميلها في الشغل. زعلان ان انا بقول لك بيواسيها؟ طب انا هجيبه لك بقى وهو بيواسيها. ودي ست كبيره ومحتشمه ومتجوزه وعندها اولاد على وش جواز. يا جماعه انا مش بجيب حاجه من عندي، الكلام ده بيحصل في الواقع فعلا. وبالمناسبه الشيخ ده بعت لي البنات اللي عنده يشتموني بابشع واقذر الالفاظ. الناس اللي بتسال فين البنات في التعليقات، تعليقاتهم كلها مسبات يا حبيبي، عشان كده بيتحطوا في خانه المراجعه قبل ما يتوافق على تعليقاتهم، عشان تعليقاتهم بابشع واقذر الالفاظ. وده ياكد لكم ان كلامي صح، انا اللي بشوف بشاعه اخلاقهم دي. لما شيخ زي ده اغلب جمهور نسوان يهاجمني. انا لو بقول كلام او غلط او كلام ما يفيدش الرجاله هيسقفولي. انا لو بقول كلام غلط فعلا كانوا هيفرحوا ان بضللكم عشان يستغفلوكم اكتر، ما كانوش هيشتموني بابشع واقذر الالفاظ. الكلام اللي انا بقوله ده اكبر خطر عليهم، لانه هيرجع الراجل لمكانته وهيعرفهم قيمته بجد. الكلام ده بيوقف حالهم، لانهم مش هيلاقوا حد يتجوزهم الا لو حافظوا على ماضيهم وشرفهم، لكن للاسف ده مش هيحصل. طول ما موجود امثالك من شيوخ النسويه اللي بتدعو للتسامح مع اخطاء المراه ايا كانت هي ايه. وعلى فكره يا جماعه، انا مش بعرض لكم غير 1% بس من الواقع، انا عندي اكسس على حاجات عامه الشعب او اغلب الشعب ما بيشوفوهاش، حاجات لو شفتوها شعركم يشبه هتحصل فتنه وهتمشي تشك في كل بنت محتشمه في الشارع، حاجات منها ان اولاد وبنات في مدارسنا في المرحله الاعداديه
بيعملوا علاقات كامله مع بعض ومتصورين وفيديوهاتهم دي متباعه، وبنات مظهرهم التدين والاحتشام في منهم منتقبات ومختمرات، وقعوا في ايد عنتيل وسيم صورهم وهم في اوضاع مخله ومهينه وبيبيع فيديوهاتهم دي وبيكسب من عليها دولارات. وفي الاخر مين اللي بيلبسها ويتجوزها؟ واحد مسكين. ومش عايز اذكر الكلام ده بيحصل فين او على ايه. للاسف غالبيه الشعب مغيبين، غالبيه الشعب ما يعرفوش اي حاجه عن اللي بيحصل في العالم. في ناس كتير مع احترامي لهم بيطالبون ان انا اكتر فيديوهاتي وشايفين ان انا مقصر ولازم ازود الوعي اكتر من كده. طب انت تعرف ان ما بستفادش اي حاجه من المحتوى اللي انا بقدمه ده وقاعد بصرف عليه من جيبي؟ انا ما باخدش ولا مليم ربح من تيك توك او انستجرام اللي ما فيش عليهم ربح اصلا، وحتى فيسبوك اللي عليه ربح وقفولي في الربح وحجموا ظهوري كمان، خلوا فيديوهاتي ما تظهرش لكل الناس، حجموا ظهوري عشان ضد اجنداتهم. فانا ما بستفادش اي حاجه واحتمال كبير انسحب زي ما ناس كتير انسحبت. الموضوع مش جايب لي غير حرقه الدم. النسويه في منظمات وانظمه كامله بيدعموها، بيتم دعمهم ماديا واعلاميا، لكن انا بيجي لي شتايم بابشع واكثر الالفاظ وتنمر وسخريه. انتوا مش عارفين انا بستحمل عشانكم اذى قد ايه. كل ده عشان عايز ارجع الراجل لمكانه الطبيعي؟ كل ده عشان عايز المنظر اللي انتوا شايفينه ده يحصل مع الزوج في البيت ما يحصلش مع المدير؟ كل ده عشان بتكلم في حق الرجاله؟ سلام، واحتمال تلاقوني انسحبت قريب لاني مش بلاقي اي دعم ولا بلاقي اي فايده من اللي انا بقدمه ده.